اليوم في هذه الندوة طرقنا جميع الموضوع اللي هو راهيني وموضوع مهم كيتعلق بالدبلوماسية الملكية في خدمة المقاولة المغربية بإفريقيا. علاش هذا الموضوع؟ لأنه أولا غرفة التجارة والصناعة والخدمات والدار البيضاء اللي نظمته واحتفت بي وأنا تنشكرها بمناسبة الإصدار ديالي حول كتاب الملك الإفريقي 20 سنة من الدبلوماسية المغربية بإفريقيا. وكانت مناسبة أنه اليوم تطرقنا بشكل عميق حول توغل المقاولات المغربية بإفريقيا واستثمارها لفرص الأعمال بالعديد من الدول الإفريقية وتكريس مبدأ التعاون جنوب جنوب اللي هو في صلب الدبلوماسية الملكية بإفريقيا. واليوم بعد 20 سنة من هذه الدبلوماسية يمكن القول بأن المغرب وضع قدميه بإفريقيا سواء من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، لأن ما ننسوش بأن الساكنة ديال إفريقيا فهم اليوم عندهم واحد تقدير خاص للمملكة المغربية بعد هذه المجهودات الكبيرة اللي دارت من ناحية الاستثمار من ناحية التعاون جنوب جنوب. والمغرب كيتميز بطبيعة الحال على القوى الاستعمارية القديمة بإفريقيا بأنه كيمشي لإفريقيا بمبدأ رابح رابح وكيمشي بواحد التواضع ديال الأفارقة فيما بيناتهم. والهدف هو بطبيعة الحال أن الثروات الإفريقية تقتسم بين الأفارقة وأن المستقبل للأفارقة. واليوم كان تناقشوا على جميع الفرص الاستثمارية اللي جعلنا أننا نزيد بعض القارة القدام، خاصة أن في 2050 غادي تكون أكبر نقطة من ناحية الديموغرافية بجوج 3.5 مليار ديال السكان، وهذا تحدي كبير. وهذه الخطوة اللي درنا اليوم فهي نقطة في بحر هذا التعاون جنوب جنوب. الحقيقة يمكن لي نقول على أنها كانت مرحلة مفصلية على العديد الوجهات في العلاقات ديال المغرب مع القارة ديالو. يعني احنا كنهضروا على القارة ديالنا، احنا فيها كما أشار إلى ذلك جل المتدخلين، فيها معطيات روحية، فيها معطيات علمية وثقافية، فيها معطيات يعني سلمية، فيها معطيات بنيوية وغذائية، ثم معطيات اقتصادية. وكان سيدنا الله ينصره كان هو يعني بحال اللي قلت كان تلقائي، يعني خدا هاد الوجهة ديال الإفريقية كوجهة يعني ذات أولوية بالنسبة للتنقلات ديالو. والتنقلات ديالو ما كانتش تنقلات يعني غير ديال الاقتصاد، بل كانت تنقلات فيها الهدف هو توطيد العلاقات بين المغرب والشركاء والإخوان ديالو في إفريقيا. وكان واحد كذلك واحد يعني تواصل ديال القرب بين سيدنا الله ينصره وكذلك يعني الشعب الإفريقي في كل الدول اللي مشى لها، الشيء اللي جعلنا كفاعلين اقتصاديين سواء تعلق الأمر بالقطاع العام أو الخاص نلقاو طريق واجدة. يعني الناس سيدنا الله ينصره خلى واحد الآثار طيب وطيب جدا في هذه الدول، وملي كنمشي وكنلقاو واحد الصدر رحب وكنلقاو يعني ناس تستقبلونا ب ب ب ب بشغف وبحرارة. وحتى ملي مشينا كان يعني نديو معنا المقاولات المغربية باش تنمي العلاقات الاقتصادية بين المغرب ودول الجوار بالقارة الإفريقية. يعني كان الأمر سهل لأن هذا الشيء دار تدريجي، كيف قلت مشاو المقاولات الكبرى اللي دخلوا مثل الأبناك والتأمين، مثل الخطوط الجوية الملكية، ومثل كذلك اتصالات المغرب اللي فتحات كانت يعني هذا السوق ديال الاتصالات. الشيء اللي جعل من اللي مشينا مثلا المقاولات ديال
الإنارة أو المقاولات ديال البناء أو المقاولات ديال المعلومات المعلوماتية ديال هذا، لقينا يعني معرفة مسبقة للميدان وسهلات وشجعات المقاولات اللي كانوا خوفانين في الأول بزاف أنهم يزعموا، ولكن الحمد لله يعني الرؤية الملكية وهذاك يعني الكابيتال سمباتي انا كنسميه يعني اللي سيدنا خلاه والعمل اللي قام به الجميع جعل ان اليوم يعني المغرب كيلعب واحد الدور طلائعي في القارة الإفريقية، لا من ناحية المبادلات ولا من ناحية الاستثمارات. يعني رحنا في ظرف ديال 15 سنة دزنا من 500 مليون إلى 40 مليار ديال الاستثمارات المغربية المباشرة في القارة الإفريقية، فهذا ماشي سهل. وفي هذه 15 سنة كذلك درنا واحد المعدل ديال الارتفاع ديال المعاملات التجارية المغربية مع الجوار الإفريقي، معدل سنوي ديال 11%. يعني هذا لو كان درنا هذا القفزة هذه في العالم كامل كنا إن شاء الله نمشيو بعيد بزاف. دونك كاين إرادة، كاين تفعيل، كاين نجاحات ولله الحمد، وهذا الشيء يجعل ان يكون شويه ديال شويه الغيره تجي من 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 الجيران، وهذا احنا خصنا نتعاملوا معاه بروح رياضيه ونستمروا في العمل ديالنا، والنجاح ان شاء الله بفضل سيدنا الله ينصره القدام.